أسعدتم مساء مشاهدينا الكرام، ولقاء يتجدد كل يوم سبت الساعة 8 مساء على شاشة قناة المكلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث الشارع، المعني بمناقشة قضايا ومشاكل عزيزنا المواطن وإيصال صوته للرأي العام. فحديث الشارع هو المنبر والمتنفس والمساحة الخاصة بك أخي وعزيزي المواطن. مشاهدينا، قبل الظهور على الهواء مباشرة نعلن عن موضوع الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي لنتيح لكم فرصة أكبر بالفهم والاستيعاب والمشاركة، كما أترقب اتصالاتكم كالمعتاد، إضافة إلى تعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي الذي سأقوم بقراءته الليلة على الهواء مباشرة. مشاهدينا، موضوع حلقتنا لهذه الليلة حول توقف المنحة السعودية للوقود وتأثيره على الانقطاعات المتكررة للكهرباء. تشهد مدينة المكلا مؤخراً انقطاعات متكررة ومطولة للتيار الكهربائي في ظل أن الصيف قد حل والفرار منه بات صعب والجو قد أصبح حار لا يطاق. أين المشكلة يا ترى؟ لماذا التيار الكهربائي بات ينقطع في الأيام القليلة الماضية ولساعات مطولة؟ جرعة انطفاء يصبح عليها المواطن، وجرعة انطفاء يتناول غذاءه فيها المواطن، وجرعة انطفاء يحتسي فيها الشاي أخينا المواطن، وجرعة انطفاء ينام عليها المواطن. لما يا ترى كل هذه المؤشرات؟ كل هذه المؤشرات تحوم وتقول حول ما إذا كانت المنحة السعودية قد انقطعت أم لا، ما صحة انقطاعها أو استمرارها. غموض وحيرة تدور وتجول حيال هذا الموضوع. هل صحيح أن المنحة السعودية للوقود قد انقطعت عن محافظة حضرموت؟ وإن كانت الإجابة لا، لم تنقطع، إذن لماذا الجهات المعنية بالأمر ترفض التعليق على صحة استمرارها من عدمها؟ خوف، قلق، ريبة، رهبة، شك. قد بدأ يعتري المواطن الحضرمي جراء انقطاع التيار الكهربائي وبصورة مكثفة في الآونة الأخيرة. الكثير والكثير والكثير ينتظركم، ولكن بعد هذا الفاصل. عدنا والحلقة ما زالت في بدايتها. هذا وقد صرح مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن أن خلال الأيام المقبلة ستشهد مدينة المكلا وكافة مدن ساحل حضرموت استقرار تام وتحسن كبير في تشغيل منظومة الكهرباء. وأفاد قائلا أننا في المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت مهتمين بمتابعة مشاكل الكهرباء ونسعى لإيجاد حلول قبل دخول شهر رمضان لهذا العام. تصريحات مدير الكهرباء إيجابية، ولكن الواقع مغاير وسلبي للغاية. حقيقة الانطفاءات باتت لساعات طويلة وفي أوقات مختلفة من اليوم. ماذا أريد بتصريح إذا كان لم أرى أثره المباشر في حياتنا الواقعية؟
ملف الكهرباء في حضرموت من الملفات الساخنة وفي الصدارة دائما. تعبنا، هلكنا، مرضنا، يئسنا، أحبطنا. إلى متى؟ إلى متى؟ وهذا السؤال يتكرر في كل مرة وفي كل حلقة. طاقم عمل قناة المكلة اجتهد واجتهد واجتهد في تقرير هذه الليلة بحثا عن المعلومة. تفاصيل التقرير وأكثر نتابعها وإياكم في التقرير. منذ أن دشن السفير السعودي نهاية نوفمبر من العام الماضي منحة دعم محطات توليد الكهرباء في حضرموت بالمشتقات النفطية، عاشت المحافظة أيام أشبه بوصفها بالملائكية في الأشهر الثلاثة الأولى من تدشينها باستمرار التيار الكهربائي دون انقطاع، إلا أنه خلال بداية مارس عادت الأمور إلى سابق عهدها، انقطاعات متواصلة وعشوائية شهدتها كهرباء ساحل حضرموت، حتى ظلت الشكوك تراود المواطن الحضرمي عن مصير المنحة السعودية للمشتقات النفطية بالتزامن مع تسريبات إعلامية بعدم الالتزام بشروط المنحة حتى طالتها أيادي الفساد. تكتم شديد حول ما يجري في أروقة المنحة السعودية للوقود ومحاولات لمعالجة أسباب توقفها، لكن على ما يبدو أن ملفات الفساد الشائكة أكبر من السماح بعودتها مجددا. قناة المكلا حاولت الوصول للجهات المعنية مرات عديدة لكن دون جدوى. مصدر مسؤول ضمن مكتب البرنامج السعودي المشرف على منحة المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء الذي بدوره قد امتنع عن الإدلاء بأي تصريح رسمي حيال وضع المنحة في حضرموت واكتفى بأن المباحثات مستمرة لعودتها. تزداد حدة الانقطاعات يوما بعد آخر دون وضوح رؤية تطمئن استمرار التيار الكهربائي في الأيام المقبلة، مما ينذر بخروج المنظومة الكهربائية في أي لحظة ما واكتفاء الجهات المسؤولة بطمأنة المواطنين من خارج البلاد. صيف مقبل وشهر رمضان على الأبواب، وكلما ارتفعت حرارة الأجواء زادت معها الانقطاعات، فهل ستعود منحة الوقود من جديد لتنهي جدل الأزمة وتحقق أمنية شعب يحلم بصيف بارد؟ مصطلح الصيف البارد ما هو إلا كابوس مرعب أكثر من كونه حلم وردي. مشاهدينا، أتطلع لسماع آراءكم واستقبال اتصالاتكم ومشاركة همومكم بعد الفاصل. عدنا وإياكم مشاهدينا مجددا على قناة المكلا وبرنامج حديد الشارع، وموضوع حلقتنا لهذه الليلة توقف المنحة السعودية للوقود وتأثيره على الانقطاعات المتكررة. طبعا احنا الآن في الاستوديو بنصور والكهرباء طافية. انا مش عارفة كمان اذا انتم بتشوفونا وبتتابعونا على الهواء، لانه اتوقع يمكن نفس المنطقة حتكون كمان الكهرباء طافية عندكم، بس طبعا كقناة وكالتزامات عندنا فكان يوجد حل بديل اللي هو الطاقة البديلة والبطارية. فبس مش عارفة إذا بقية الأسر عندها حلول بديلة. اللي عندها حلول بديلة بتتابع نحنا، واللي ما عندهاش حلول بديلة ما زي مثلا الدخل المحدود هذولا كيف يعملوا؟ يعني مشكلة الانقطاعات المتكررة هذه أنا أول مرة من بداية حديث الشارع وعمر البرنامج، وأتوقع إحنا اليوم في الحلقة 15 أصورها والكهرباء طافية. يعني دربكة في خلقت أزمة الكهرباء، هذه خلقت كمان دربكة حتى على مستوى العمل الإعلامي. طبعا في هذه الحلقة قناة المكلا تعبت وبشكل كبير جدا 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 فوق ما تتصوروه، يمكن أسبوع كامل وطاقم العمل بيشتغل على أنه نحاول أنه نخرج
بمحتوى جيد، نحاول إنه نحترم فضول المواطن بمعرفة ما الذي يدور وما الذي يقول. في بادئ الأمر نسقنا مع مدير الكهرباء المؤسسة العامة للكهرباء المهندس مازن بن مخاشن، وكالعادة يرحب وتعالوا هكذا، وإلى على أساس أنه هذه المرة كنا حنصور التقرير في المؤسسة العامة للكهرباء، قلنا نغير يعني بما أنه الانقطاعات زادت عن حده، وذهبت قناة المكلة للمؤسسة العامة للكهرباء، وانتظرنا ساعات طويلة دون ما جدوى. المهندس مازن مش موجود، المهندس مازن متغيب هذا، وفي بين نحن موعد. هذا فقط للشفافية. وبهكذا تكون هذه المرة الثالثة على التوالي اللي بيعتذر فيها المهندس مازن بن مخاشن عن انه يطلع معانا في مداخلة او مشاركة اعلامية للتوضيح للرأي العام، على الرغم انه يبدي موافقته سابقا. فهذا يعني شكل لنا أزمة يعني كقناة المكلة، فإنه نحن نعتمد تصريح مين. أضف إلى ذلك طاقم قناة المكلة كمان تواصل مع، حاول التواصل مع الوكيل الفني للمحافظة المهندس محمد العمودي، واكتشفنا إنه مسافر خارج اليمن، يعني ما نقدرش نستضيفه بمداخلة هاتفية، ولا نقدر ناخذ منه تصريح ولا في أي حاجة حول سفره، فقط مسافر ومش قادرين يعني نوصل له. أضف إلى ذلك أعتقد المكلة تعلم كافة أنه كمان محافظ المحافظة اللواء فرج سالمين البحسني كمان مسافر خارج اليمن. وبالصدفة كمان أيضا اكتشفنا أنه المهندس مازن أيضا مسافر خارج اليمن. كنا متعشمين أنه أتكنسل تصويرنا في كتقرير، كنا حابين نشتغل على التقرير، وكنا يكون من المؤسسة العامة للكهرباء علشان نطلعكم على الجديد ونواكبكم أول بأول في إيش الحادث وإيش هو حديث الشارع. لكن كما قلت اعتذر وتأجل الموعد، قلنا مش مشكلة، نحاول مجددا ونستضيفه في مداخلة هاتفية إرضاء لعزيزنا المواطن، كمان لأنه لازم يكون في حد مسؤول في الصورة. اكتشفنا انه هو ايضا كمان خارج اليمن، يعني تقريبا المسؤولين اللي لهم علاقة او الجهات المعنية بالامر اللي ليه علاقة بالكهرباء او ملف الكهرباء مش متواجدين في اليمن خالص. اذا متواجدين في محافظة اخرى سهل ندخلهم مداخلة هاتفية، لكن إذا هم متواجدين خارج اليمن أكيد حيستصعب هذا الشيء على قناة المكلف إنهم يدخلهم مداخلات هاتفية. حاولت أيضا قناة المكلف بالتواصل مع المشرف المباشر على المنحة السعودية للوقود، ولكن للأسف امتنع عن الإدلاء برأيه وامتنع عن التصريح، واكتفى بالقول أن هناك مباحثات جارية لعودة المنحة فقط. هذا اللي عقب عليه. نحن نحترم من يعتذر عن الإدلاء بتصريحه وهكذا، لأنه هذا حق يكفله له الصحافة والإعلام، سواء أنت صرحت أم لم تصرح هذا شأنك، ونحن نحترم هذا الشيء. ولكن بالعقل، إن كافت الجهات وكافة الأطراف قد امتنعت عن الإدلاء برأيها وعن التصريح، من الذي سيصرح؟ من الذي سيتكلم؟ إذا كافة يعني مش معقول، من مدير عام الكهرباء، من وكيل فني، من، أنا عارف أنهم مش متواجدين، بس لكن الأمر غريب، الأمر مريب كذا كلهم فجأة صدفة، وخصوصا انه نمر بأزمة. مين اللي يشوف وضع البلاد والعباد؟ يعني انتم سايبين ملف مفتوح، ملف شائك، ملف ساخن يدور حول الشكوك وتدور حول الشائكات والشائعات، يعني كيف تسافروا وتخلوه؟ وان كانت هناك سبب مثلا رسمي او مهني او لمصلحة البلاد سافرتم من اجله، من المسؤول؟ من القائم بأعمالكم؟
من القائم بمهامكم؟ كنا في قناة المكلة وإحنا بنشتغل الحلقة نسعى نتواصل مع هذا نتواصل مع هذا ونكلم هذا ونتصل على هذا على أمل أن نمسك بطرف الخيط طرف الخيط بس حد يعطي لنا إحنا تصريح مثلا الكهرباء تعاني من أزمة كذا كذا وخلاص وحتنحل وحتنفرق كذا كذا. طيب كمان نحن من حقنا نعرف ما الذي يجري ما الذي يحدث عشان أضعف ما في الإيمان المواطن كمان يأخذ احتياطاته. أعرف أنا ما هي الأوقات اللي بتطفي فيه بالكهرباء يعني هل مثلا أنا أرجع يعني كنا فترة يمكن فترة 3 أشهر اللي اشتغلت فيها المنحة السعودية وارتحنا بشكل كبير جدا ولم نعد نفكر بالطاقة البديلة ولا بالحلول البديلة. فالآن احنا ومعظمهم قد استغنى عنها. طب الآن احنا محتاجين نرجع لهذا الشيء. أنا مش فاهمة حقيقة أو فكرة التكتم الإعلامي الحاصل. يعني أجهزة الإعلام يعني هي أتوقع أنه هي همزة وصل ما بين الجهات المعنية والسلطة المحلية تمام وما بين المواطن. يعني نحن لازم نوضح للرأي العام يعني أنت عزيزي المسؤول عزيزي المدير عزيزي القائم بالمهام فقط يعني حتى مثلا قل لنا ما هي المشاكل اللي تعاني منها مؤسسة العامة للكهرباء خلينا نتعاطف معك خلينا نعذرك خلينا نبرر لك خلينا ندعي لك في الصلاة الله يفك كربتك والله يفك أزمتك خلينا نعرف ما الذي يحدث وما الذي يدور. يعني أجهزة الإعلام لما تكون ما تتحركش ولما تكون ساكتة وهادئة وعلى قولتنا بالحضرمي واحدة تنتقدوا هذا الشيء تقولوا ما عندنا إعلام صحيح ما عندنا إعلام محلي يهتم وما عندنا وصبيت وجم الغضب على الإعلام. ولما يكون الإعلام مصحصح ومهتم بالمواطن وكمان حابب يساعد السلطة في تقريب وجهات النظر مش عاجبكم وأتوقع أنه هذا استخفاف بالأجهزة الإعلامية. إحنا إيش دورنا كإعلاميين وكقناة المكلة؟ نحن نسعى لتقريب وجهات النظر وجهات نظر المسؤولين والجهات المعنية بالأمر في كل قضية مش فقط في قضية الكهرباء ونوصل صوت المواطن. يعني نحاول أن نقرب وجهات النظر علشان هي العلاقة تكاملية. احنا عايشين في مجتمع واحد والعلاقة بين نحن تكاملية. ما ينفعش جهة تشتغل دون ما جهة أخرى. أنا أنتظر أعزائي المشاهدين اتصالاتكم وتعليقاتكم أنتظرها وبشدة كمان لأنه حابة أعرف أنتم كيف بتتصرفوا في هذه الأزمة. وعلى الرغم كما بلغت ونوهت أنه إحنا بنصور الحلقة والكهرباء منقطعة فأتوقع اللي هم على منطقتي كمان الكهرباء عندهم منقطعة فاللي هم من المناطق الأخرى رجاء اتصلوا خلوا نحن نحلل وندردش في الموضوع الكهرباء لعل وعسى صوتنا يوصل ونقدر نخرج بحلول. طبعا الليلة لما أجيت أفكر أنا طالعة حديث الشارع وحلقة مثل كل حلقة قاعدة أسأل بنفسي إيش رح تلبسي يا عبير إيش رح تلبسي يا عبير فكرت وقررت أنني أتضامن وبشكل إعلامي مع هذه الأزمة وأرتديت اللون الأسود. كل حلقة أنا أرتدي لكم لون ملون وهكذا اليوم قررت أن أنا أرتدي اللون الأسود. ليش؟ لأنه أنا شايفة المكلة سودة شايفة المكلة ظلمة شايفة حضرموت ظلمة. يعني هو حابة أنني أعبر عن الواقع اللي أنا عايشة فيه. يعني الانقطاع أول كانت بتطفي الكهرباء ساعة كنا نقول يلا مش مشكلة ما نحسش فيها وكان لا زال الجو وقتها نوعا ما لطيف. لكن الآن الانقطاعات زادت عن حدها أصبحت بالساعتين والثلاث والأربع يعني ما يفوق صبر وحمل المواطن. فأنا مستنكرة أنا مستنكرة من هذه الانقطاعات ومن التكتم الإعلامي الشديد حول انقطاع المنحة. في اتصال
في اتصال؟ ألو، مرحبا. عليكم السلام. وعليكم السلام، من معي؟ معك عمر خنبشي. أهلا يا عمر، كيف حالك؟ طيب، أخبارك طيبة؟ تمام الحمد لله. عمر، حلقتنا الليلة عن توقف المنحة السعودية للوقود وتأثيره على الانقطاعات المتكررة للكهرباء، إيش هو تعليقك يا عمر؟ ولعلمك أنا أصور والكهرباء طافية. أنا قبل شوية لصت الكهرباء عندنا. لصت ولا طفت عندكم؟ لصت. لصت؟ أيوة. تمام، حلو، أعطيني تعليقك، إحنا عندنا طافية. تعليقي كتبت لك يا أنا، تعليقي كتبت لي على الفيسبوك؟ أيوة. خلاص حقرأه يا عمر. لكن مدام إنك اتصلت كمان علم. بعلق، أنا بقول لك. تمام. أنا كتبت وقلت لك إنه مسؤولين ما راح يطلعون معاكي، خاصة خاصة من ما يكون في موضوع عن يخص المواطن. نعم. تمام، ما بيطلعوش. قلت له والله قدمت لك هذا من قبل أنا. نعم. بالنسبة للانقطاعات هذه مثلا معروفة، أنا ما إذا عارف أي تصريح يخرج من السلطة المحلية أنا نقول ما بيصير، يعني ما بيصير. ما بيتم. أنا دائما إذا قال لي مثلا بتستمر الصيف ده، إحنا عارف إنه خلاص ما في الصيف يكون ظلمة. يكون معروف هالكلام، عارف. كل مواطن عارف هذا الشيء. نعم. هذا واحد. وش الثاني أنت قلت أنت مش عن حق الإعلام، أنه كيف يستخفون بالإعلام. نعم. هذا اسمه استعباط. نعم. استعباط، يعني هم فاهمين الموضوع استعبطون. أنا أرى يا عمر أن العلاقة تكاملية، نحن نسعى لتقريب وجهات النظر. أيوة فهم، بس هم يقول لك عارفين استعباط، يعني نعم. ما هم عارفين إن إيش إنه بتطلعين أنت بتجهين الأسئلة الموجودة عند المواطن. نعم. هم متخوفين من هذه الأسئلة، إنه ما عندهم أجوبة على هذا الشيء. طيب تعتقد إنه ليش ما عندهمش أجوبة؟ هذا والله السؤال هذا عندك مو مجاوب عليه. تمام، أي إضافات أخرى يا عمر؟ وكمان حقرأ تعليقك اللي على الفيسبوك. لا راح نهمس الصوت، اتضح أن ينقطع عندكم الصوت. معلش أنا قلت لك الكهرباء منقطعة، فهذا أثر كثير على حاجات كثيرة في تصوير الحلقة، لكن نحن صامدين وطلعنا الحلقة. يعني موفقة. بقول عبارة حق أم محمد مد حمار. تمام يا عمر، اشتهرتي يا أم محمد موت يا حمار. شكرا يا عمر. شكرا أم محمد، اشتهرتي ها موت يا حمار، صار حتصير ترند ولا إيش؟ موت يا حمار كما تقولها أم محمد، وكما أضافها زميلنا عمر الخنبشي. عمر الخنبشي كان من الشخصيات اللي تفاعلت معايا على الفيسبوك وتركت تعليقها. كما قلت مسبقا، نحن في حديث الشارع مهتمين، فنعلن عن عنوان الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان أضفنا إنه ممكن تتركوا لنا تعليقاتكم في مواقع التواصل الاجتماعي وبقرأها على الهواء. فقلت لكم يعني حضرموت ظلمة، المكلا ظلمة، منازلنا ظلمة، وأنا وبصور الآن أنا ظلمة، بس عندنا طاقة بديلة. ففكرت إنه كمان تزامنا مع هذه الظلمة أرتدي هذا اللون الأسود تعبيرا عن هذا الظلمة، وعزاء على الكهرباء في حضرموت. والله العظيم عزاء يا جماعة، هذه الحلقة الثالثة اللي بطلع فيها عن الكهرباء. ما ينفعش، أنا يعني من بداية حديث الشارع تقريبا لهذه الحلقة الثالثة، يعني أنا قد اتناولت هذا الموضوع، في كل مرة اتناول هذا الموضوع، يعني كمان ما يصيرش. هذه ثالث حلقة انا اتكلم عن الكهرباء، وكمان انا مش حابة ازعل المواطنين. يعني احنا لما اخترنا هذا الموضوع حسينا باهميته، رسائل كثيرة وعديدة توصلني على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك وعلى الواتساب، الكهرباء الكهرباء الكهرباء. موضوع المنحة السعودية للوقود كان عليه تكتم، والتكتم هذا ما زال. لو تفتكروا الحلقة الماضية لما كنا بنتكلم على شحة المشتقات النفطية، واستضفنا الدكتور خالد العكبري مدير شركة النفط فرع ساحل حضرموت، وهو بيصرح لي عن المشتقات النفطية يفاجئني ويقول لي أصلاً منحة السعودية للوقود انقطعت.
فأنا استغربت يعني كيف انقطعت وأنا طالعة عليها أكثر من حلقة ومباركات والأمور حتمشي والصيف البارد ونحلم بالأحلام الوردية، وخصوصا إنه شهر رمضان قريب وقادم. يا جماعة إيش اللي يحصل؟ خلاص إحنا اتفقنا في قناة المكلة، قلنا خلاص حسينا إنه الموضوع هذا ضروري جدا، وإحنا بنحترم وبنقدر عزيزنا المواطن ونحس إنه من حقه يعرف إيش اللي يحصل، من حقه يعرف إيش اللي يدور، من حقه يتصل ويعبر عن بأسه وغضبه ويأسه وإحباطه. إحنا بنسمعك، الإعلام بيسمعك، قناة المكلة بتسمعك إذا كان ما حدش بيسمعك. فنتواصل مع أكثر من جهة، اللي الجوال مغلق واللي يقول أنا ما بصرحش واللي يقول لك أوكي تعال وبعدين ما يرد على جوالك واللي 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 واللي. يعني إحنا كقناة وكفريق عمل وضعنا على المحك، لكن إحنا صامدين لين آخر لحظة وطلعنا بالحلقة وموضوع الحلقة، وإن كان ما صرح فيها مسؤول، لكن على الأقل من واجبنا المهني إنه نحن نسلط الضوء على هذه القضية وعلى هذه المشكلة ونسمع من المواطنين. أتوقع إنه يمكن ماشي اتصالات لأنه فعلاً الكهرباء طافية، فعلاً إحنا بنصور والكهرباء طافية، فأتوقع المنطقة اللي إحنا فيها منطقة المكلة كمان طافي عندهم، وهي الكهرباء عادة بتجلس ساعة بتجلس ساعتين مقطوعة والبرنامج ساعة، فأتوقع أنه تلصي وقد خلص البرنامج. فهذا يعني إيمانا مننا أنه لازم نطلع، ولين آخر لحظة ما غيرنا الموضوع، جلسنا على هذا الموضوع يعني على الأقل أنه توصل رسالة، على الأقل يكون في رائحة إحساس. نريد رائحة إحساس بالمسؤولية من الجهات المعنية ومن المسؤولين. طيب قولوا لنا إيش ما هي التحديات، ما هي العراقيل، ما هي الفجوات والثغرات. خلوا نحن على دراية، نحن المواطنين، نحن الشعب، نحن أجهزة الإعلام، نعمل سوية على وتيرة واحدة، نحاول إنه نحن نخرج بحضرموت إلى بر الأمان من هذه السوداوية التي تحيطها من كل فج وصوب. ولكن ما باليد حيلة ولا يوجد هناك أي جدوى. في كمان نقطة أنا حابة أثيرها، الآن منحة المشتقات النفطية، منحة السعودية، منحة للوقود، تقريبا هي للآن 3 أشهر، يعني من نوفمبر الماضي عام 2018 أول ما بدأ التدشين تقريبا. هي المنحة كانت منحة مجانية تمام للدولة، كانت هي للمحافظات المحررة كحضرموت وكعدن، مجانية للدولة، لكنها لم تكن مجانية علينا نحن المواطنين، لأنه كنا شهريا ندفع فواتير الكهرباء بما قيمة ما نستهلكه من تيار كهربائي. إحنا كنا بندفع. متى نقول منحة مجانية؟ لما يعطوا نحن مشتقات نفطية ويقول المواطنين لا تدفعوش، ما هي مجانية كانت عشانكم. لكن لما كانت منحة مجانية كانت عشان تسد الثغر ونقص وعجز عند الدولة، لكن كمواطنين وكحضرموت وكشعب حضرمي كنا بندفع فواتير للكهرباء لا يتشدق علينا أحد، لم تكن مجانية، كنا ندفع. السؤال الآن من هذه النقطة التي أريد أن أثيرها، أين تذهب إيرادات الكهرباء؟ الفواتير اللي إحنا كنا بندفعها طوال 3 أشهر أين هي؟ أين هي؟ يعني انقطعت هناك يمكن سوء فهم، مش عارفة إذا كان ما حد أكد لنا يعني بالشكل الصريح والشكل الواضح هل المنحة السعودية قد انقطعت أم لا؟ هل ستعود أم لا؟ لم
يصرح لنا أحد. الكل يمتنع عن الإدلاء بتصريحه، واكتفوا بالقول أن هناك مباحثات. طيب ما تفاصيل هذه المباحثات؟ ما محاور هذه المباحثات؟ لا أحد يعلم. مش مشكلة، إيرادات الكهرباء فين تروح؟ مش 3 شهور إحنا مواطنين؟ يعني إحنا كانت الفكرة المنحة إنه تخلصنا من كابوس مرعب الانقطاعات المتكررة واستقرار الكهرباء. استقرت الكهرباء بس كنا ندفع فلوس، كنا ندفع مقابل هذه الخدمة. الفلوس اللي بتورد مننا كمواطنين وكشعب حضرمي للمؤسسة العامة للكهرباء أين هي؟ فينها؟ يعني مش قادرين يعني حتى تسد فقر أو عجز أسبوع؟ مش معقول. يعني أضعف ما في الإيمان فقر وعجز أسبوع؟ ما تحسسوناش إنه في هناك مشكلة؟ تبدأ الانقطاعات؟ مش معقول. فين تروح هذه الإيرادات؟ أين تذهب؟ من حق المواطنين أن يعلموا، مش نحن بندفع، من حقنا نحن كمان نعرف أين تذهب هذه الإيرادات. قناة المكلة تقريبا من في هذه الحلقة بالذات والله تعبنا من التنسيقات والترتيبات والاتصالات والمواصلات علشان نحاول نقدم محتوى جيد لعزيزنا المواطن. نحاول ورغم الصعوبات والتحديات، وما زالت كمان الكهرباء منقطعة، أنا بصور أنا بتكلم إلا وإن إحنا أصرينا إنه نحن نطلع الحلقة. يعني مش معقول يعني لا جهات معنية في اتصال. ألو ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا معاكم معاد اقتصادي. أهلا يا معاد، كيف حالك؟ الحمد لله على ما يرام، كيف حالكم؟ تمام الحمد لله بخير يا معاد. حلقتنا الليلة عن توقف المنحة السعودية للوقود وتأثيرها على الانقطاعات المتكررة للكهرباء، ايش تعليقك؟ هو تعليقي ان نحن حضرموت المفترض ان نحن ما نحتاج لأي منحة ولأي مساعدات، والآن القادات والمسؤولين حقنا هذول المحترمين رجعوا نحن زي الشحاتين. الآن نحن دولة أصبحنا حضرموت اللي هي أغنى محافظة في اليمن وهي محطة أنظار الجميع، أصبحنا نشحت الكهرباء من دول شقيقة. إذا توقفت هذه المنح رجعنا في البلاء جالسين. نحن محافظة غنية وفيها ثروات وخيرات والبترول وكل الكلام هذا الأفلام اللي فاهمينها، ليش نحن نمد أيدينا للغير؟ لا، إذا كنت يعني أتوقع أن الآن الشارع أو الشباب اللي يجلسون يتكلم معهم يقولون لو كنا معنا مسؤولين وفي دولة بتدعم أو بتساعد، ما بحتاج إنه في ناس إنه اللي يساعدها ما بتكون خاضع له. نحن الآن خاضعين للدول اللي تدعم نحن. يعني وين دور المسؤولين؟ فين خبراتهم ودراساتهم اللي سووها؟ الآن كل مسؤول كل مدير معه شهادات، درس في كوبا ودرس في روسيا درس في فرنسا درس في الصين، ويجي هنا يجلس على الكرسي صامت وتجيه مساعدات. طيب انت عمل فعل الناس لما تجي تسألهم يعني هم طبعا يخرجون المسؤولية عنهم، يقول لك هذا مشكلة كبيرة. عملوا حلول، انتم مسؤولين مدراء، عملوا حلول للناس. يعني هو المسؤول حقنا يعرف في هذه المحافظة يجي بس بها كل شيء تحته الحشيش تحته انه هو بس بيحش. اذا يحصل ارض راحلة بيقول لك لا ما في حشيش. طيب فعل الحشيش انت وجد الحلول، جيب هاي شركة النفط الان المحطات سعر المحطة بسعر هذا بسعر. شركة النفط المفروض انها تتعامل مع مكتب في دبي في اي دولة ثانية، تجيب بترول المحافظة والشركة النفط هي بتستفيد من الأسعار. الآن التجار هم يستفيدون، الدولة المحافظة أصبحت مفتوحة من يجي يسوي اللي يبغاه. وين هيبة الدولة؟ وين هيبة؟ طيب مع إنه قلت أنا في الحلقة الماضية إنه الآن المحافظين في هذا الوقت الحالي
معاهم امكانيات ومخصصات وصلاحيات ما كانوا يمتلكونها اللي في الزمن الفائت. مع ذلك ما يبقوا شيء هذول، ايش يسوون للناس؟ ضعفوا الناس. الان الناس اصبحوا مدعوسين. طيب كهرباء ماشي يا. اللي هم اصلا هم يعيشون اللي يعيشون الناس. صح. الان انا قبل مره كنت طالع انا في شارع 60 طفت الكهرباء اقل من دقيقه، لفت بيت المحافظ والمنطقه دي اللي اقل من دقيقه. طيب لا واحد يعيش هذا ما يعيش الحر، من بيحس بمعاناة الناس؟ في ناس في المكلة، انا ذاكر في المكلة في ناس ساكنين في بيوت ارضيه في دور ارضي يعني مكموت عقال وعنده ضغط واللي عنده الان لو يلاحظون هم هذول المسؤولين ان الجلطات والموت زاد الاسباب. هذا الاعمار بيد الرحمن عز وجل، لكن لكل شيء اسباب. هذه الان هلكوا الناس مش حاسين بشيء، لكن هو انتظر من الله عز وجل. طيب يا معاذ، الان نحن الانقطاع، احنا الان في الازمه خلاص، احنا الان وسط المعمعه تمام، مش عارفين المنحة توقفت أم لا، والكل رافض التصريح والانقطاعات مستمرة. برأيك كمواطن ما هو الحل؟ أنا برأيي كمواطن إنهم يعملوا حلول، يعملوا دراسات إنهم أنا صراحة ما أفهم في السياسة، لكن يعملوا حلول إنهم يتواصلون مع أصحاب المنحة المكتب اللي تأسس، إنهم يجعلوا المنحة تعود كما كانت. خلاص إحنا أصبحنا الآن مجلولين، يعودونها زي ما كانت أو يدفعوا المبلغ المطلوب منهم. يعني هم الآن بغوا منحة ولا بغوا يدفعون، يعني ما بغوا أهل المسؤولين مش عارف. هم بيعدفون الناس، هذا المعروف. هذا موسم كل سنة في هذه الأشهر قريب رمضان في أزمة بترول ديزل غاز. يعني أنت يا أخت عبير طبعا عايشة في حضرموت وفاهم الوضع كله. نعم. أنت عاشرتي العهد البائد، عهد الوحدة. نحن كنا نكرههم. عهد مين؟ العهد الماضي، يعني عهد لما كانوا المركزية في صنعاء والحكم نعم. من صنعاء بربك. يعني لو قارنتي بين الحكم الفائت والحكم الهادي، نحن ما ندخل في السياسة، لكن لو قارنا الآن نحن كنا نشتكي من المخلوع، نشتكي من ظلم وفساده. الآن اللي سووها هذول اللي نحن نتغنى بهم ونفرح بهم، يعني لبوا اللي لبوا المخلوع آلاف المرات، والظهر المصيبة إن نحن خلاص كنا نحن في وسط الأزمة خلاص، يعني ما وسط الأزمة. صحيح. الظهر إن تلاقي ناس يتغنون بهذيل يمدحونهم، يا أخي إيش سوى؟ الآن الطرقات محصرة، البلاد كلها معكوسة. الآن الطرقات قبل قليل أخبرني واحد صاحبي يقول لي إنه يجتمعون إن شاء الله بكرة أو شيء حول الحلول حول الطرقات هذه الحفر. الحفر. الحفر في الطرقات، الحفر هذا يمكن اللي بيجتمعون الاجتماع هناك 20 اجتماع وما فيش نتيجة، وما في الصرفيات اللي صرفوها في الاجتماعات ويصلحون الحفر حق هنا وحق الحفر في دولة ثانية. الصرفيات حق الاجتماعات، الغدوات والتبسات والشبحات رايح وجاي وعصيد، وهم يتفقون يجلسون ويقومون ويجلسون. الصرفيات هذا بيصلحون لهم رجال. صحيح. واتفقوا من اول اجتماع، لكنهم الان الوفد حق سياده المحافظ ربي يحفظه معه اربعه طقم قدام وسبعه الف طقم وراء. البترول اللي يستغربونه في الدردره حقهم هذا بيحل نصف الازمه. الحين هم يعني مش عارف، وكانهم ما يعرفون انه في موت وفي قبر وفي حساب وفي عياض. ايوه معك. نعم معاد الكسادي، وصل صوتك، وصل رايك، وصل فكرتك. اني اشكرك على المداخله، وكمان الحلقات المقبله كمان اتصل وكون وحلل معي الوضع. خلاص حياك يا اختي. تسلم، اشكرك يا معاد. معاد قال، طبعا هو مواطن يعني، بس انا اكون سعيده بالتحليلات اللي بيعطوها المواطنين. قال لا نحتاج إلى أي منحة في حضرموت، نحن يعني نحن محافظة الثروات ومحافظة النفط ومحافظة كل شيء جميل، لا نحتاج إلى أي منحة، خلونا زي الشحاتين نشحت الكهرباء، إذا انتهت هذه المنح نرجع للظلام. جعلونا خاضعين
لماذا هذا الخضوع؟ لماذا هذا الخنوع ونحن عندنا تروات تعيشنا ملوك؟ والله تعيشنا ملوك، ما يعيشون ما يعيشها المواطن. لو كانوا يعيشوا القلق والإحباط النفسي وكيف تتعطل عليك عملك والحر والرطوبة وال كانوا حسوا بنحنا. خلوني أقرأ لكم بعض التعليقات التي وصلتني على الفيسبوك. طيب، في تعليق وصلني من الأخ معمر المجيدي يقول: أين تذهب إيرادات الفترة السابقة؟ قيمة وقود يفترض وتستمر الكهرباء، أما نجلس نبحث عن صدقات غير صحيح. عمر الخنبشي أيضا علق، المواطن اللي اتصل قبل قليل قبل معاد، قال: خلاص الفساد يجري بعروقهم، وكلمة كم يطلع لي هذا هو أساس شريعتهم، ولا همهم مواطن، همهم أنا وبس. كل مسؤول من رئيس جمهورية إلى أصغر مسؤول، هذا هو اللي هدفهم فيه، كم يطلع لي. أيضا في وصلنا تعليق من عبد السلام عبد الله، قال: متى توقفت على المنحة السعودية؟ طبعا متى توقفت، وكيف نشوفها تدخل وتخرج يوميا من عند مكائن الكهرباء؟ الله أعلم والله يا عبد السلام، يعني ما حدش صرح لي نحن هل هي توقفت ما توقفت، هل هي ما زالت تعبي عند مكائن الكهرباء ولا ما زالتش تعبي، أما إنه تعبي ويطفوا علينا فهذا موضوع يعني خطير يا عبد السلام. تعليقك يعني حتكون أزمة، أو الموضوع يحتاج تحقيق إذا كانت الانقطاعات هذه المتكررة الحاصلة والمنحة السعودية شغالة وبتعبي عند مكائن الكهرباء. في تعليق أنا مش حابة أستثنيه مدام إنه وصلني، من محمد الميسري، قال: الشحر تعاني من انقطاع المياه والمسؤولين نائمين في العسل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إن شاء الله بنحاول إنه إحنا نتناول هذا الموضوع في الشحر، انقطاع المياه. في أيضا تعليق من صبري التميمي، قال: ليس المنحة السعودية توقفت، بل سرقت المنحة من قبل المسؤولين والفاسدين، وقفوها عليهم مساكين الفاسدين، الآن يقولون لله يا محسنين. طيب، في هناك كمان منشور على الفيسبوك من الناشط محمد السقاف، رح أقرأه عليكم. قال: رسالة أوجهها إلى الأب الروحي والقائد فرج سالمين البحسني، محافظ محافظة حضرموت: تكرار السيناريو هذا كل سنة، وخصوصا في بداية شهر 4 من كل عام، لا يجوز إطلاقا. يعني الشعب يعيش في راحة تامة واسترخاء تام في شهر 12 وشهر 1 و2 و3، ثم تنقلب الأمور رأسا على عقب في مطلع شهر 4. تعبنا وأنهلكنا من هذا الوضع المزري الذي نحيا وننام عليه من كل سنة. الكهرباء من شق، والطرقات من شق، والمياه من شق، وأيضا أستغرب من كل عام في بداية شهر 4 تبدأ أزمة المشتقات النفطية، فما علاقة أزمة المشتقات النفطية بالصيف؟ يا عم فرج، أنت شخص موكل لمهام إدارة المحافظة في كل أشهر السنة وليس في أشهر محددة فقط كما ذكر في أعلاه. بصراحة رسالة يعني أنا معدة البرنامج لم أستطع أن أكتبها أو أصيغها بهذه الاحترافية، فما فيش مشكلة، إحنا العلاقة مثل ما قلنا تكاملية ما بين أجهزة الإعلام الممثلة طبعا في قناة المكلة وما بين المواطنين. آخر تعليق بس هعلق فيه للشخصية الإعلامية عبيد سعيد واكد، علق وقال في تصريح أو منشور على صفحته: العجيب أن مدير الكهرباء بساحل حضرموت يصرح عن وضع الكهرباء من القاهرة،
وعند تواجده بالمكلا ما يبغى يصرح ويوضح للمواطنين لا عبر إعلام الكهرباء ولا عبر الإذاعات المجتمعية والقنوات المحلية. صراحة أنا متعجب. وفعلا هذا الحاصل المهندس مازن، هذه المرة الثالثة اللي ما يطلعش معانا على اللي يعتذر ويخلي نحنا على المحك أمامكم أعزائنا المواطنين. في كمان قبل أختم مصادر، يعني مصادر خاصة أو كما نقول تسريبات إعلامية، إنه للأسف ما فيش مخزون للمشتقات النفطية شبه منعدم. إلى أين سنسير؟ إلى أين سنذهب؟ لا أعلم. لكن مدام ما فيش حد طمنكم، لا مسؤولين ولا جهات معنية ولا مش حابين نعيش في الإحباط. لازم نكون أقوياء ولازم نصبر ونصمد. مرينا بظروف أصعب وأمر وأشد من هذه الظروف وتجاوزناها لسبب بسيط، لأن الله معنا. والله موجود، لا يروح ولا يذهب، شاعر بنحنا. فمثل ما تجاوزنا تلك المحن بنتجاوز هذه المحن، وحبل الله أقوى من أي مسؤول. حبل الله أقوى من أي مسؤول. وصلنا لختام حلقتنا. الكهرباء عمود الدولة المدنية وشريان حياة يجب أن يعالج بشكل سريع وطارئ، وجعله من الأولويات لدى السلطة المحلية. لن نقول الصيف القادم لكونه قد حل، ولا نريده أن يفتك بنا. الجهات المعنية والمسؤولة، نحن ندفع مقابل خدمة الكهرباء، فلا تجعلونا نشعر بأنكم تقدموها لنا إحسانا منكم. هي حق مشروع، وما ضاع حق وراه مطالب. أعزائي، كنتم معي أنا عبير واكد، ألقاكم في حلقة جديدة وكهرباء جيدة. إلى اللقاء.